اليوم، يعني آخر تدخل كان لك عبر قناة النهار فيما يخص عدد الضحايا الذي بلغ عددهم 4 هكذا؟ والله بالنسبة للضحايا كنا تدخلنا على مستوى قناتكم وكنا سجلنا 4 ضحايا على مستوى بلدية قصر الشلال أمس حوالي الساعة 9:25، أين تدخلت مصالحنا وكنا شفنا فيضانات على مستوى هذه البلدية، وكان منسوب بها الأمطار يعني اللي سقطت يعني بقوة كبيرة في المنطقة، وكانت حتى فيه صعوبة فيما يخص التدخل، ولكن مع عناصر الحماية المدنية كانوا متواجدين في أغلب بلدياتها. نذكر لك مثلا 7 وحدات يعني كانت في الميدان، كانت عندها تدخلات تمثلت أساسا في فك العزلة على بعض وإخراج بعض المركبات اللي كانت عالقة في بعض الطرقات سواء كانت وطنية وإلا ولائية. كان كذلك فيه تدخل يوم أمس على مستوى بلدية زمالك عند قادر، أين تدخلت مصالحنا من أجل يعني تحرير شخصين كانوا عالقين بمنزلهم لحصرة مياه واد طويل. أهم الحوادث كنا تكلمنا عليها اللي هو حادث بلدية قصر الشلالة واللي كانت الحافلة ثقيلة جدا، أين سجلنا 4 وفيات في حتى رضيعة تبلغ من عمر 20 يوم، 6 سنوات، 7 سنوات و18 سنة، بالإضافة إلى مصابين 2 يبلغان من عمر 24 و43 سنة. عاد هذا يعني من الصبيحة الباكر من هذا اليوم يعني رجعت الأمور إلى يعني طبيعتها. عناصرنا متواجدين في كل وحداتهم وفي بعض النقاط للحراسة وتأمين الطرقات. يعني لحد الساعة لا يوجد مواطنين محاصرين بالمياه؟ لحد الساعة يعني ما فيش، كل تدخلاتنا عادية. فقط يوم أمس كنا سجلنا أكثر من 79 تدخل، فيها 50 تدخل، حوالي 50 تدخل عندها علاقة بسوء الأحوال الجوية. صبيحتها ممكن هذا اليوم يعني كما ذكرت لك الأخت يعني الأمور يعني مسيطر عليها، تدخلات عادية، وإن شاء الله نتمنى وخاصة فيما يخص حوادث المرور مزيد من الحيطة والحذر باش ما نسجلوش يعني حوادث مثل اللي سجلناها يوم أمس. إن شاء الله. شكرا لك سيد رباح بخاري مكلف بالإعلام لدى الحماية المدنية لولاية تتيارت، شكرا جزيلا لك. نمر الآن مشاهدينا لملفنا لهذا الموعد الإخباري فيما يخص المضاربة الغير المشروعة.